قال ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. نعم، لأنه قال والله لا أضرب فلانة أو لن أضرب فلانة، ثم جرها من شعرها وعضها وركلها بقدمه مثلا وكذا، قال ما ضربتها. لا، بالعرف ضربها، في العرف ضربها. قال والله جريتها من شعرها ما ضربتها، دفعتها ما ضربتها، ركلتها، رميتها بشيء، كل هذا ضرب. وإن لم يسمى ضربا في اللغة لكنه عرفا يقال له ضرب. نعم، ولذلك يحنث في هذه كلها.